هي السلام عليكم يا أيها الخليليون. شوفوا، الحين عندي مشروع كبير وخلاص أبغى أسويه، بأنتج بعد شو بنتج بترول، بس المشكلة هذا يحول كرود أويل منه إلى بترول، ومن بترول لازم نحوله إلى شو اسمه فيول وقود، وبعدين نقدر نطرش وين ما نبغى. فالحين انا ابغى اشل من هنا، اسوي شارع او جسر. ادخلكم في الموضوع دايركت لانه وايد مخططات عندنا، وايد كلفني. زين، نايس، يستوي، نايس، استوى. اوكي، وبننتج وقود من هنا. غالي هذا، قلنا عندي فلوس بس مو احسن، خلنا نسوي بالطريقه هاي. انزين، الحين بنبدا ننتج وقود حق العاصمه. اوكي، الحين بما ان بننتج وقود حق العاصمه لازم نسوي سلسله مواصلات. طبعا مش جويه، مع ان جويه بيكون حلو، بس ابى نقل بحري، ما ابى اخطف قطار وسط هذا كله لانه بيكلفني بلاوي ما اقدر اردها، هاي المشكلة. فبحط مينا وين قلت لكم قبل، وبحطي خطوط الحين. الحين خلينا نحطي الأساسات. زين، بنحطي هني وبنحطي هني. اوكي، مكان حلو، وبوسعهم، بس بوسعهم، ما بقعد اسوي مشاريع طويلة وايد لان مشروعنا طويل اليوم. زين، بوسعهم 3 4 is fine. زين، وبنوسع هني نفس الشيء 4، واللي هو بيكون مكلف شوي مقارنة لأنه وايد بشيل من الأرض. هي زين، 4 ما عندي مشكلة. أوكي، وبنحطي بعد ما حط وين هني للتوصيل. بس أول شيء بشوف المينا وين يركب الثاني. المينا بيكون بعيد في كل الأحوال. سؤال، إذا وصلت شارع بيكون قريب منه، ما أقدر أنا أسوي مينا؟ كم بيكلفني؟ لور ترين وايد مكلف. هنكبر الفرشاة. نشوف لان المياه هنا شوي ضحلة. شوفوا، ايوة، هاي نقدر نشيلها هناك حق سفن اكبر، نسوي طريق. بس شوفوا كم كلفني. يا حبيبي، تكلفة خرافية. وايد وايد مكلف. لازم حفر. طبعا بنعتمد على السفن الصغيرة هني اللي وايد تكلفني. وايد سو ماش كوستي. كولوجنا. زين، اذا انزل من الشارع، نايس، ترام جديد. زين، اذا انزل شارع من هني دين هني، هو شارع السيدة. ان شاء الله يستوي اللي في بالي. عادة 20,000 كلش مشروع الحلقة وايد مكلف. بس هي بس بيوصل. يمكن احتاج شوي ارفع الارض اللي هني. زين، خلنا اسويها مع الارض هاي. زين، مشروع مشروع كبير هذا. زين، ايوه، صار نايس نايس. هذا معناه بيلدينج. بحطي هذا وين؟ هذا بحطيه مكان مختلف عليه.
بنحطيه هني هذا، وبنحطي مال السيارات هني في الوسط على أساس كل ما ناخذ سيارة يكون مكان معتدل. بس المشروع هذا ترى مشروع مش ضخم، اللي بعده ضخم. إنزين الحين بنسوي أول شيء هذا بنسميه كرود أويل اللي هو النفط الخام، كرود أويل 1 لأنه بيكون في خط غيره. وبنسوي خط ثاني من هني لين هني كرود ريفاين، أوكي، عشان يكونوا جنب بعض. وريفاين معناه ان احنا سويناه. الحين شو بنسوي؟ بنبدا بنعطيهم سيارات، يعني بناخذ 10 وبنحطيهم حق كرود اويل، وباخذ 10 غير زين وبعطيهم حق كرود ريفايند، اوكي. والحين لازم اخليهم اللاين الثاني ما يشلون الاويل، ما بيشلونهم، ما بيشلون، بس انا هذا اللاين هذا ما بيشل الا اويل. انزين الحين بنطلع سفينه من وين لوين؟ للوسط، اول ذا واي، اول ذا واي بيكون صعب شوي. انزين شو اذا هني اسوي لهم اختصار بيون من هني بيتغير اللاين؟ خلنا نشوف. نعم نعم اني اختصرت عليهم درب وايد. زين واذا اختصر هني في المينا؟ خلنا نسوي اختصارات حق العالم. اه ما عندي فلوس والله، وايد مكلف بشكل فظيع، مكلف يعني. اوه انا ما توقعت انه يكون بهالتكلفة هاي الصراحة يا جماعة، يعني وال وال يا جماعة الخير انه مكلف. بس يون اصلا ما بيون الا يوم يستويل بقى عدلة. بس اذا انا ادفع هالتكلفة عليهم هل يسوى؟ هل تسوى التكلفة هاي مقابل الحين هذا بيروحون من نفس الدرب للحين؟ اه على اساس انهم ما يتصادمون. شوفوا اقدر اشوف الترين كم، وكل سفينة هني الترين وايد صغير، لهالسبب انا ما اقدر. اوكي 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 الحين بديت افهم ليش. الحين ما اذكر في ترين فيو، ايه الحين ما يقدرون يطوفون. اقدر اشتغل على اساس انهم يقدرون يطوفون بس، عرفتوا؟ المشن لاير والي المشن، والله ما باخذ قرض عليه الصراحة، احس بيكسر ظهري هذا اخذ هروب على الارض على موضوع هذا صعب الصراحة، لان هاي اللي بعدها ما طلع فلوس، هاي الحين بيبدون يطلعون فلوس بس يبدون انتاج. زين تكلفة المينا طلعت اغلى من حياتي يا جماعة الخير. زين خلنا نشوف هايل كلهم يسوون فلوس. الشحن هايل كرود اويل اخر شيء ضفناهم وينهم؟ بعدهم ما طلعوا فلوس. هايل من يبدون يطلعون فلوس شو الوضع بيتغير؟ هذا من يبدا يحصل انتاج، هذا ياب كرود الحين ما حد ياب الاويل. استعجلت شوي في هاي السالفة انا ترى. انزين اوكي هني في اويل عندنا وايد حلو، معناه هذا مشروع ناجح. بس عندنا المشروع الغير ناجح اللي هي ها مش هاي، هذا الترين فيو. اوكي اقدر اشوف كيف بالضبط، واقدر اشوف الحين يقدرون يجون؟ لا هني مش هناك. ما يقدرون يجون الا اوسع مثلا. ايه الحين يقدرون يجون، نايس. ويختصروا كم طريق شوفوا، وون اظن اني هذا طريق البلخ اختصرت عليهم. اقدر اسوي طريق اختصار هني في المستقبل
حق الشب هذا، بس الحين هذا اللفه وايد احسن، اقدر اشيل الجزيره من الدرب، اقدر اسوي السوالف. هذا معناه المواصلات البحريه تو استوت عندي فعاله اكثر. كم يشيل وصل المواصلات البحريه؟ خلينا نشوفهم لحظه. المواصلات البحريه شلون الناس يسوون فايده؟ يسوون فايده يا قاعد يسوون فايده الصراحه. في واحد فله، لا مش فل، اوكي انا شفت رقم الغلط. انزل، فهذا معناه نقدر نحط مين الحين هني؟ وايد باختصر درب جيه بيون، وايد باختصر درب وايد. فبحط مينا شحن، هذا هي شحن، ابى احطيه الصراحه هني. بس ليش ما اسوي، لحظه، بدل ما انا اسوي بالطريقه هاي، ليش ما امد شارع؟ مو مشكله، بيبنون مره ثانيه، اوكي، واختصر على عمري شغل حلو، اسوي شارع لين هني متوصل في هذا بعد، لان اذا الناس تبي تمشي لهني. والحين ابدا احطي هذا، هذا حق الطلب الاساسي بيكون اكثر من فعال. بعدين اقدر احطي محطة اني اشل مهني واوصل للباقي اللي ما يوصل لهم، صح؟ زين، بس اذا طلعت سفينة من هني وديتها هني كم يبالها وقت؟ وايد، صح؟ فنبغى خالد شبيارد تسوي لنا، مو مشكلة، كارغو تايب اول اول اول، هذا اظني وايد عود، واحد 700,000، هاي كم؟ زين ليش ما اخذ الاصغر ارخص؟ لا هاي اللي زينين، اذا اخذ منهم اثنين زين. خلنا نشوف، بنسوي خط من اول شيء، خط خلنا نشوف من هني لين وين؟ لين المدينة، حلو، اوكي، وايد حلو الاختصارات اللي كنا مسوينهم. نقدر نسوي اختصار كامل هني في المستقبل، كامل خط اذا استوعبنا ملايين طبعا. فببدا بسفينه واحده الحينه اللي هي هاي، بشتريها not enough money، قبل كان عندي فلوس، ليش كم سعرها؟ 786,000 الحين عندي، اوكي، بشتري هاي وبحطيها على لاين 1 زين، وابا اللاين هذا غير اسمه كابيتال يو، اوكي، هذا بيوصل لين هني. اللاين هذا اباه ما يشل الا شيء واحد، لود ان لود فيول، ما يسوي طلب على اي شيء ثاني، اوكي، كابيتال فيول، لا عشان يطلعون من نفس المكان، خليل سيتي فيول عشان يطلعون عند بعض الاسامي، ما اتلعوز، اباه ما يشل من هني اي شيء. هذا مو مشكله، شو المنتجات اللي هنا ممكن تكون؟ اويل، ما بيشل هاي الاثنين، فبيشل الفيول بس، على اساس انه ما يطلب مهني يشل بالغلط من شو، من الناتج هذا. هذا قاعد ينتج وجاهز انه يشحن، ترى قاعد يحط في الشحن، واللي هو بيكون واو عجيب. بس هاللاينات احس لازم ادبلها، صبر، كرود، وين الكرود؟ كرود، كرود دبل، كرود ريفاين دبل، ما تعرف ماني، مو مشكلة اصلا، كفاية اللي عليه. انزين، فهذا قاعد ينتج ومش لاحقين نشل، فعلى اساس ان هذا يزيد انتاجه شوي بنزيل كمية الفيول اللي تي، وهذا بسوي له كونفجر خفيف، ان شاء الله عندي فلوس تكفي، يعني فلوس قاعد تي ما شاء الله. انزين، فلوس قاعد تي، بنحطه هنا على اساس انه يحطون هنا اسرع. انزين، هذا معناه بيشل وايد فيول يوم هو جاي، بيشل كمية فيول طيبة، ما اعرف انا المينا كم يشل، بس اظن يشل وايد، ما يشل شوي. بس هذا وراه مسافة، وين صار؟ وين صار خلي الفيول؟ اوه مش هذا، خلنا نشوف اللاين هني، الشبس وينك؟ راح هني ليش؟ هذا ليش يا هني سؤال؟ يستهبل هذا؟
ما عليه مو مشكلة. مع الوقت بينا بترول. الحين احنا وصلت 1950 تقريبا ولا 13، هذا بيكون عمره خلص الاخبار. بنحتاج نبدله، واللي هو تبديله ما بيكون وايد مكلف نسبيا، لانه قام يشيل وايد ناس اصلا، هو قاعد يطلع كمية فلوس. ليش وايد ناس استوى؟ لان مدينة احمد عندنا هني وايد حيوية بشكل فظيع يعني. حيوية لحظة، الحين احنا عندنا انواع جديدة، انا بتشيك عندنا مال ناس نقدر نبدل الناس، بس نحن اصلا قاعد استعمل ترام. فاصلا تعرفون شو بسوي؟ لان عندي فلوس بخليل ترام، مش خليل، احمد اه ترام اهم. زين طلع لنا السيارات الجديدة، بعد سنتين ثلاث غير بنوقف اللعبة شوي. بس شوفوا احمد طاها تولز، هذا وورث ان نسوي له ابجريد على طول. يشيل هذا، هاي يشيل اول كارجو، هذا بس يشيل خشب وتولز، ما يشيل تولز ما با. 900,000 بتروح سيدة على احمد تولز، لانهم في تولز هني متجمعات، وهاي الاسرع ويشلون اكثر، فبيوفر علينا عمر وايد. والترامز مال مدينة احمد طاها يستاهلون ابجريد. بس كم يكلفنا ابجريد لهذا؟ 1.5 مليون تقريبا، واللي هو الحين بنحصله. بس نحن نتري بس خليل فيول انه يسوي شغل، لان اذا هذا قام يسوي شغل حق مدينة خليل، شوف كيف عندنا الفلوس. ترى على فكرة المدخول عندنا رائع، بس صرفيتنا احلى، وايد قاعدين نصرف. انزين فالحين هذا معناه راح يزيد الكواليتي مال التولز عندنا هنا، وهذا ناقصنا وايد. كونستراكشن ماتيريال بعد تصدقون مفروض اسوي لهم ابجريد. وين احمد كونستراكشن؟ احمد تولز، احمد وود، لا احمد كونستراكشن ماتيريال. كم بيكلفني بدل هاي كلهم الا هاي؟ 500,000. ممكنه مش كلهم تبدلوا، بس ببدل عندكم الاثنين الباقين الحين ببدلهم لهاين. زين او بعد عندي واحد كل الكليك، لان عادي يخسركم فلوس زياده. زين 65,000 حلو. هذا اللي هو احمد كونستراكشن ماتيريال جاهزات. بس الحين عندنا مال الماين، روك ماين بيكون مكلف اظني. لا مش وايد، 200,000 not compatible. ليش؟ اوكي زين زين، ما احفظ المسكان الحمد لله هو فيه تصحيح. ما بدل لي غير نصهم، بس بعد نصهم زين، لان عندنا 12 سيارة. هاي اذا قاموا يجيبون اغراض اكثر واسرع، معناه الانكم مالنا اعلى شوي بيستوي. معناه نحن نقدر نبدل هاي للحين بكم؟ 400,000. شوفوا كيف يدخل علينا فلوس بشكل فظيع، نحن اكثر مما نصرف يعني. فهذا ممتاز وايد بالنسبة لصحة البزنس. ممكن نبدلهم دفعات حتى عادي يعني. شوفوا بعدين نشيل الصح عن هايل، نصير مرة ثانية على هايل. انت ري 200,000، 210,000 بالعادة هي دفعات احسن شيء، بس ما حد يبدل مشاريع كاملة بالطريقة هاي. بس ممكن اخلي الحين خلهم هايل زين، خلهم يطلعون فلوسهم. بس ان الحين هذا معناه بيزيد عنا كل المواد اللي داخلة على المدينة، معناه شوي بيستوي اسرع تطوره هني. الحين شو الفيري بور امشن فيري بور. لازم نغير شغلات بالسوق اساس، انه وايد شغلات تضيع علينا. هذا 1.5 مليون صح؟ هذا وصل ولا ما وصل؟ بعد ما وصل يا حبيبي. هاي شل 100 بس، كم هني في المينا؟ 90. وصدقوني يستاهل اسوي سفينه ثانيه، بس ما اعرف مشكله بيطلع فايده ولا ما بيطلع فايده، وهل اسوي من هني مثلا نفق؟ بس وايد اذا هني كلفنا كم مليون هذا، فاني اسوي درب هناك هذا كم مليون كلفنا، فاني اسوي طريقه هناك احس وايد مكلف بيكون. السفن شو اخبارها؟ قاعد تشل تقريبا كامل قاعد تشل. الحين بزيد السفن سفينه، وين الخطوط مالنا هني؟ خليل كابيتال، خليل بورتس، زيد سفينه غير. زين يمديني ازيد سفينتين، خلنا نزيد سفينتين، احس وايد بيكون، بس مش مشروع خسران، لان هذا يشجع الناس على سفر السفينه، لان كل ما يجي اكثر للمينا سفينه مثلا هذا اروح، اقول له روح الصوب الثاني
أساس إنه يتوزع شوي الحمل. فالحين بيشلون 20 20 30، بس دام إنه ما يخسر ويخلي لي مجال إن الطلب يزيد أنا بكون مستانس. الحين هذا خليل كابيتال، شو أخبار هذا؟ أشهر 95. شوفوا إذا وصل نص الطريق هذا الحين لأن هني وفي 100 لازم أطرش حد ثاني، لأن لازم يعبون إن أوصل كميات كافية إن أتعبي. بس هاي إيش أخبار الغرفة مالهم؟ رود، وين الكرود؟ هذا كرود أويل، كلهم يدخلون فلوس. رود ريفايند، ها مو بكلهم يدخلون فلوس بس أوكي عادي بيزيد الانتاج شوي شوي. هني وأن أن في كرود داش علينا ممكن نزيد هني، لأن هني في وايد. زين هذا الخط وايد بس يدخل فلوس، شوفوا إنه حرام. سوري رود أويل وايد قاعد يدخل فلوس، إنه حرام أنا أخليه نفس ما هو، لازم أطوره. هذا البنفسجي اللي هو الكرود أويل نفسه، نبدل أول شيء العشرين. يشيل أويل هذا؟ لا ما يشيل أويل. نبدل العشرين بمليون وشوية. أوكي بدلناه كلهم ما عندنا مشكلة. وأبا بعد أحطي خمسة زيادة غيرهم، واللي هو ما عندي فلوس حقهم الحين. بس هايل يشلون أكثر وأسرع. ليش الجديدة هاي بكم؟ لحظة سؤال، الحبة الجديدة بكم؟ 85,000. يعني أني أسوي أستنسة 85,000 هاي بالي 500,000 تقريبا. هلا شوي طالعون فلوس بنبدل. إنزين وعندنا هل بيجيبون أكثر ويكون أفضل وايد. الحين شوفوا أظن الإنتاج بيزيد شوي، هذا معناه هني إذا إنتاجيته زادت. لا وصل شيء 50 بيدق 100، يعني أصلا سفينة ثانية نفسها وايد مشروع أظن بيكون ناجح إذا دخل فلوس. خليل مش بورتس، خليل فيول تو سيتي. هاي 800,000 كانت ولا 600,000؟ خلنا نشوف. 708,000، يعني عندي فلوس حق واحدة. فنتلفوني ما نزل إلا وقت اللي كنت أسويه ترى. أنا حسبتها يا جماعة يعني شوي طلع روح، بس اللي تحسبه عدل أوكي ما عندنا مشكلة. إنزين هذا طبعا من النسخة بيطلع نفس المكان، بيروح على الكرود بيشيل 100. أتمنى إن هذا بيدخل فلوس، أنا أتمنى إنه يدخل فلوس، لأنه لو ما يدخل فلوس مصيبة. الواقع تبون الصدق، المفروض إذا فيه هني بعد أويل أنتج أخليه يمر محطة ثانية عشان يدخل دبل فلوس، إن أجيب لك كرود هذا مثلا أويل. ما في كرود أويل هني، هذا كرود أويل أجيبه هني، أجيب مينا هني أو مينا هني، وأخلي السفينة وهي مرة على طريقها. شو تسوي؟ تشل كرود زيادة ولا تشل أويل زيادة عشان دخل فلوس زيادة. شوفوا المواصلات هني استوت حلوة. زين خلنا نشوف السفن مالنا شو أخبارها. مشكلهم بيدخلون فلوس، لكن هذا مجرد أن يوصل ب 95 واللي هو قريب. يعني شوفوا إن شاء الله أتمنى أنه يكون يسوي لي الفائدة اللي أنا يعني أتوقع منها، لأن المشكلة يمكن ما يسوي، يمكن نحتاج ثلاث حق الخط هذا. أتصور على معدل الإنتاج هي بنحتاج ثلاث سفن، لأن هذا ما وصل نص الدرب وبعده شو أنتج تقريبا شحنة كاملة. فأظني بغامر. زين وشو ببدأ أسوي؟ خليل فيول سيتي، بحطي بعد سفينة يكون فرق بينهم إنتاجية 100%، فبالتالي السفن الدور تشل 100% الإنتاج. بس المشكلة إذا هذا الحين دخل لي فايدة بيرجع من غير أي شيء، عم بيرجع من غير ما يشل شيء في الطريقة. فأنا أبغى أجيب هني يشل من هني عن طريق أخلي مكان تجاري، يعني إنه يشل شيء يوديه هناك في دربه. أنا هذا اللي أبغى أسوي، إنه يدخل علي من الاتجاهين فلوس. فبالتالي إذا أجيب أويل من هني بسيارة لهني وشله بسيارة لين هني
وأعبي المحطة هذه أويل بعد مشروع. أنا عندي بلان كهني وفي شغلات ما تشوف إلا متأخر أنا شكلي، لأن الحين استلمنا في أول دفعة فيول. شوفوا أول دفعة فيول بيروح حق الناس اللي هني يبون فيول، ترى وين صاروا؟ ما في حد يبى فيول. أوكي هذا يبى فيول، المصانع بيستلمون فيول. والله في زحمة ناس، لأن الناس تبتي المدينة هذه، لأن في رزق عاصمة. نزيل إذا أقدر أصنع هني أحسن نقطة أحس أسوي مينة ثاني. أحسن 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 نقطة مش ممكن يكون أفضل منها. هاي شو أخباره؟ فوق ال 100 105. أوكي هذا بيشيل 100 وهذا أوريدي قاعد يعبي له. ثلاثة أظني بيكون شبه بيرفكت، ما بيكون عندي مشكلة إذا يدخلون اللي عليهم، لأن أنا بعرف السفينة هاي لين ترجع. زين خلينا نرتبها باللاين. أبو السفينة هاي اللي ترجع بتكون خسرانة ولا غير خسرانة؟ بس ما أظن بتكون خسرانة لأنه وصلت نص الدرب وما نزل عندي هذا وايد تكلفة. فبالتالي إذا هاي عبت فل الحينة، أتمنى الثلاثة ما يكون مشروع خسران. هاي هاي رجعت فل، وهاي يمكن ترجع شبه فل. نايس. الحين المشكلة وين؟ هذا ما يحصل وين؟ إذن إذا هذا ما يحصل وين نقدر بسيط. تعرفون شو أسوي؟ بطور الشارع، بدفع على الشارع شوي عشان ما تستوي الزحمة. كلوجن آفا. إنزين بنسير على الكرود أويل، بنسوي شيء، بنسخن. استوى عندي فلوس وايد، توي صرفت مليون وشيء. أوكي هذا بيتعبى كرود خلاص. إذا هذا تعبى كرود، ول 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 شو استوى؟ إيش وايد صور؟ هذا بيوصل قبل الله هذا يتعبى. هذا السبب إني بمسك الكرود ريفاين، ببدل كلهم في منو هذيل. وبحاول اشتري قد ما اقدر. اوكي ما فلوس كفايه، بس هذا خلاص كفايه. هاي الكفايه ان يعبون ثلاث سفن فل. اذا بيعبوا لي ثلاث سفن فل معناه انا بكون مرتاح. شوفوا هني الاداره تلعب دور، لانه وايد هاي والله قاعد يطلعون فلوس صح. هاي كلهم يطلعون فلوس ما عدا واحد، لكن كلهم شنو؟ ها بيطلع فلوس الحين. افكر شغله ثانيه. 301 شو السفن الجديده طلعت عندي؟ هاي زينة بس أسرع شوي مش وايد. هاي شوفوا محلاها كم تشال، 130 سرعتها 26، هاي سرعتها 25. 1000 كيلو وات 700 طن لارج 960. هذا معناه إذا أنا كم شال 77. أوكي بيكون عندنا مشكلة صغيرة في الإنتاج حاليا، لكن مفروض الزيادة اللي زدتها في الانتاج الحين دبل، فالمفروض يبدأ ينتج خلاص، ما يكون في مشاكل انتاجية خلاص. مفروض هذا بعد ينتج أكثر خلاص. المشكلة هذا ما قاعد ينتج كفاية، فلهالسبب أبيب أويل يشلون الأويل يعقونه ويروحون. يا سلام يا جماعة، مشروع ضخم جدا. بسوي شارع هني خلاص، بسوي شانل من هني لين هني. شوفوا وبخلي السفن التي من هني دايركت، يعني ما في وقت اصراحه حق الموضوع هذا، وقت الحلقه خلص. المهم مشكورين يا جماعه تابعت الحلقه الصراحه، ردينا لان نحبكم، واتمنى ان تحبون القناه مره ثانيه، ولا تنسون دعموا القناة. خلنا نفجر شوي لايكات، شوي سوالف، شوي أمور. خلنا عقولتهم نشوف القناة حية إن شاء الله. مشكورين على متابعة السلسلة هاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.